ما يزيد عن 19 مليون رأس من الأغنام في الجزائر، ثروة فلاحية وطنية هامة تستدعي حسب فلاحين تفعيل برنامج وطني يرمي إلى إعادة النظر في تربية الماشية، برنامج يدعم الفلاح والمربي ويعيد بعض السلالات المنقرضة. احنا كفلاحين نطالب بتفعيل برامج جديدة منها لتربية الماشية، لأن لاحظنا في السنين هذه الأخيرة انقراض الماشية. احنا نطالب او نلتمس كما نقولوا من السيد رئيس الجمهوريه والسلطات المعنيه باش يعني تفعيل برنامج خاص وطني في اعاده النظر في تربيه المشيه، تربيه الاغنام، اعاده السلاله، سلالات نتاع المشيه اللي انقرضت، كذلك يعني تسجير المناطق الجبليه وفتح المسالك الريفيه وتدعيم الفلاح وعدم تهجير الفلاح الى المدن. ضبط سوق الماشية حسب المربين من شأنه أن يساهم في استقرار سوق اللحوم الحمراء التي خرجت خلال السنوات الأخيرة عن قاعدة العرض والطلب، ما جعل مربي الماشية بالجنوب الجزائري يطالبون برفع التعليمة التي تمنع نقل اللحوم الحمراء إلى الشمال. تطرق السيد رئيس الجمهورية هنا فيها، احنا خاصة في الجنوب، ما هناك اللحوم متوفرة في الجنوب، ولكن في تعليمة لا ينقل لحم الأغنام من الجنوب إلى الشمال، لأن الجنوب فيه ثروة كبيرة في الجنوب، وخاصة في ولاية بربز المختار وولاية طمراس وولاية أضرار. لهذا نطلب هذه التعليمة تعم جميع ولاية اللحوم تنقل من الجنوب إلى الشمال. هذا ويشدد الرجل الأول في البلاد على ضرورة العمل من أجل استقرار سوق المواشي وإيجاد حل لمشكلة غلاء اللحوم الحمراء بدل اللجوء إلى استيرادها.